العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها، وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، وما هللناه من لا إله إلا الله، وما استغفرناه وما قلناه يا الله، وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة، هدية منا واصلة، ورحمة منك نازلة، وبركة شاملة. نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل فكاكا لهم من النار، ونجاة لهم من النار، وسترا لهم من النار، وفداء لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر